السلام عليكم الأخوات، لاباس عليكم؟ بخير، أحوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية يا ربي. إن شاء الله اليوم فيديو جديد، غادي نخدم معكم واحد الدريس اللي كيجي رائع في جلابة. تبعوا معايا حتى الأخير باش تجيكم الطريقة سهلة. وهنا أول حاجة غادي نبدأو بها قبل ما نبدأو الدرس هي الحبكة. غادي ناخد الحريم بروم على 3 ديال الشعرات، والبراء نمرة 5. صافي، كنجي كناخد اول غرزه في الثوب وكندير الحبكه ديالي، كنحاول نتقنها. انا هذا كيف قلت لكم غير شونتيو، يعني ماشي بياسه كنخدمها. صافي، كنحاولوا ما نشدوش في الثوب بزاف، والدقه كتكون حدا اختها باش كيجيكم الضرس متقون. وبالنسبه لهاد الحبكه راه كتعطي جماليه للضرس ديالنا، كتجي رائعه في الجلابه. وهنا غتمشيو مع الكم ديالكم حتى كتكملوا الحبكه، عاد كتجيو تبداو في الدرس. انا غادي ناخذ عاوتاني الحرير، غنجي ندير اول غرزه في هذه الحبكه، غادي نجي نخدم الغرزه الثانيه، وغادي نخدم الدرس ديال واحد. غادي ندير جوج ديال اللويات، وغنثير الخيط للفوق، وغنقشي البره في هذه العوينه، وغندور على السنينه ديالي كتجي بهذا الشكل. كنجي ندير الغرزه الثانيه بنفس الطريقه، وكنلوي عليها جوج ديال اللويات، كنخشي البره كندير جوج اللويات، وكنثير الخيط ديالي الفوق. غنجي للراس ديال هاد السنينه، غادي نلوي عليها البره، غنخدم غريزه ونشكل واحد الخيط اللي تيكون صغير باش نحبك عليه. صافي، هنا غنجي ندير الحبكه الاولى، نحاولوا نزيروا الخدمه ديالنا. غنخدم الحبكه الاولى وغادي نرجع فيها نخدم غريزه، وغادي نرجع ندير الحبكه الثانيه ونرجع نخدم فيها غرزه، وغادي نرجع نحبك الحبكه الثالثه بنفس الطريقه، كنخدم فيها حتى هي غرزه. وغادي نحبك الحبكه الرابعه وغنخدم فيها غرزه، ونحبك الحبكه الخامسه اللي هي الاخيره. صافي، وكنرجع نخدم فيها غريزه. صافي، هنا باش غادي نجمع هاد الدريس غادي نطلع الحرير الفوق، وغادي نخشي البره في هاد العوينه في هاد السنينه هادي الاولى، وغادي نلوي على هاد الضرس بواحد الغرزه كيف كتشوفوا. صافي، ونرجع نخدم اخر غريزه عندي في هاد الدريس كيجي بهذا الشكل. غادي نرجع نخدم غرزه في هاد الحبكه، وغادي نخشي البره ندير جوج ديال اللويات، وغادي نخدم سنينه، غنرجع نخدم غرزه، وغادي ندير جوج ديال اللويات، ونرجع بنفس الطريقه لهاد السنينه، نشد في الراس ديالها ونخدم لويه وحده باش نشكل واحد الخيط اللي غادي نحبك عليه. قبل ما غنحبكو غنجي لهاد السنينه غنشد فيها غرزه باش الدرس ديالنا كيجي ملاصق مع بعضياته. صافي، بهذا الشكل، وغادي نبدا نحبك. كل حبكه كنخدم فيها غرزه.
حتى نتيجي بهذا الشكر راه ساهل في الخدمه. صافي كنرجع ندير اول غرزه، كنخدم الدرس ديال واحد، كندير جوج ديال اللويات صافي، وكنتيري الخيط ديالي الفوق وكنلوي على السنينه بهذا الشكل. كنرجع ندير عاوتاني الدرس ديال واحد، كنخدم غريزه، كندير جوج ديال اللويات، وكنرجع نشد في الراس ديال هاد السنينه اولا الدريس ديال واحد، كنشكل فيه هاد الخيط اللي ما غايجينا ما كبير ما صغير. كنرجع نشد في في الدريس اللي قبل واحد الغرزه صافي، وغادي نحبك حبكه الاولى كنخدم فيها غرزه. كل حبكه كيف قلت لكم كنخدم فيها غرزه، خمسه ديال الحبكات. الحبكه الثانيه كنخدم غرزه، الحبكه الثالثه من نفس الطريقه كنخدم فيها غرزه، الحبكه الرابعه، كنخدم فيها غريزه، والحبكه الخامسه حتى هي كنخدم فيها غرزه صافي. وكنرجع نجمع الدريس ديالي بواحد الغرزه، كنخشي البره في هاد العوينه وكندور الخيط ديالي بهذا الشكل صافي. وكنخدم اخر غرزه عندي وكنستمر بنفس الطريقة حتى كنكمل الكم أو القب اللي عندي. البنات بالنسبه لكم الا بغيتوا تدخلوا اللوينات في هاد الدريس راه كيجي زوين، كتخدموا واحد المسافه بلون وكترجعوا تخدموا مسافه ثانيه بلون، يعني يمكن لكم تدخلوا جوج ديال اللوينات، ثلاثه حتى الاربعه، كيجي رائع. حاجه وحده البنات، حاولوا تتقنوا الخدمه ديالكم باش في الاخير كتكون النتيجه زوينه ومرضيه. وهاد الخدمه راه يمكن لكم تخدموها على جوج ديال الشعرات، قد ما كنخدموا على جوج ديال الشعرات راه كتجي الخدمه انيقه وزوينه. وهنا بالنسبه للحرير اللي تنخدم به، بزاف ديال الاخوات كيسولوني عليه، هذا الحرير مبروم هو باش كنخدم دائما. فايتي شاركته معكم شحال من مره، كتاخذوا النوعيه اللي مزيانه باش ما كيتشنتفش لكم في الخدمه، باش كتبقى الخدمه عندكم زعما كتستمر معكم واحد المده طويله. يعني ملي كتخدمي الجلابه ديالك ولا القفطان الخدمه باليد كتبغي الثوب تكون النوعيه ديالو مزيانه، وفي نفس الوقت الخدمه تكون متقونه والحرير الجوده ديالو حتى هو تكون مزيانه. وحتى لهنا تنقول لكم مع السلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو ونال استحسانكم.